يعني مثل ما كان متوقع ريد بول كار بارك دريفت كواليفيكيشنز بسلطنة عمان عن جد عم بكون مستوى كتير عالي. رح نقدر ناخد أحسن بطلين لحتى يمثلوا سلطنة عمان بريد بول كار بارك دريفت فاينل بدبي ب 8 نوفمبر إن الله راد. السيارة كانت جيدة وقوتها 500 حصان، أنا كنت متمكن منها، كل جولة كانت تكون أصعب من الجولة الثانية، والحمد لله تمكنت الوصول للمركز الأول في ريد بول 2013.